أمام ظواهر الابتلاء الشديد مما ينزل بالأمة من مصائب، مما نرى من أشلاء الدماء والقتل، مما ينزل بالإنسان من أمراض وأوبئة، ما يعانيه بعض الناس من فقر أو جوع أو مشكلات، أمام هذه الابتلاءات وأمام المصائب الكثيرة على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد، تكثر التساؤلات: لماذا يحدث هذا؟ لماذا المسلمون على وجه الخصوص يبتلون ويكثر وتكثر الابتلاءات فيهم؟ أيتعارض أو تتعارض هذه الابتلاءات مع رحمة الله ولطف الله جل جلاله؟ ما هو الموقف الصحيح تجاه ذلك كله؟ كوارث تحل بالأمة، بلدان تدمر، شعوب تهجر، أطفال ونساء تقتل، لماذا يحدث هذا؟ عندما تنزل هذه الابتلاءات والمصائب تجد بعض الناس في حالة من الصد عن الله، بل ربما يتوجه في أن ينقلب على عقبيه ويعرض عن الله جل جلاله، هذا إذا لم يسئ الأدب مع الله جل جلاله. والواقع لا يسأل نفسه: هل الابتلاء فقط بالمصائب أم أن الابتلاء بالخير والشر؟ والله تعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا الفهم ليس بصحيح، كلا. والشاهد هنا أنه قد يبتليك بالنعمة والخير والعيش الرغيد تماما كما يبتلينا بالمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هو ابتلاء بالشر أو ابتلاء بالخير، فتنة اختبار. فهل فكر هذا الذي قد أقامه الله في رغد من العيش أنه في حالة ابتلاء؟ ما معنى ابتلاء إذن؟ أنه في حالة اختبار وأنه في حالة امتحان، فهل قام بحق هذا الامتحان وهل نجح فيه؟ ونجاحك في امتحان الخير أشد وأصعب، لأنه الجواب فيه الشكر لله. فهل كنا من الشاكرين عندما كانت نعم الله تترى، أم فقط إذا جاءت بعض المصائب هنا بدأ الإعراض عن الله سبحانه والتساؤل لماذا يكون ذلك؟ وعجيب هذا الإنسان أن يستغرب أن يكون في الدنيا ابتلاءات وامتحانات، إن بالخير وإن بالشر، فهي دار تكليف وليست دار جزاء. أرأيت إلى هذا الطالب في الجامعات والمدارس ونحوها يكد ويتعب طوال السنوات الدراسية ويدخل قاعة الامتحان وهو مسرور أنه نتيجة هذا الامتحان ونتيجة ما قدم من تعب سينال ثمرة ذلك؟ هل رأيت طالبا يرفض هذا الامتحان وهو طالب ويعلم أنه طالب؟ بل ومن كان مجدا فإنه يكون مسرورا وأشد السرور بهذا الامتحان، لأن وراء هذا الامتحان الثمرات العظيمة التي سينالها جزاء كده وتعبه، وبمقدار ما كان منه من تعب وجد واجتهاد سيكون امتحانه أعظم وأفضل وأرقى ونتائجه أعظم، ولكن بعد الامتحان. هذا حال الدنيا إذن، هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان دائما وهو يتحدث عن الابتلاءات. أما الحقيقة الثانية
فإذا ما وقعت ابتلاءات بأنواعها، فبدل أن يسيء الأدب مع الله أو أن يسأل ربه لماذا، واجبنا في الواقع أن نعود إلى أنفسنا فنسأل أنفسنا لماذا. ذلك أن من الابتلاءات ما هو عقوبة قمع يقمع به الله الظالمين، ومن الابتلاءات ما هو عقوبة ردع يردع بها قوما عن قوم أو قوما عن بعض المصائب الأعظم أو الفواحش الأكبر، ومنها ما هو عقوبات تأديب أو تطهير أو تربية، ومنها ما هو رفع درجات. إذن إذا ما وقع ابتلاء أيا كان نوع هذا الابتلاء، فواجب المسلم أن يرجع إلى نفسه. المؤمن الصادق يحاسب نفسه أولا، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقف طويلا مع قوله تعالى: ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله تعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت تتحمل مسؤولية ذلك، فلولا أنه كان منك ما تستحق به ذلك لما كان. فضلا عن أن الابتلاء سنة ماضية في هذه الحياة الدنيا للمؤمن وغير المؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. لاحظ أحسب الناس، ولم يقل أحسب المؤمنون، وإن كان في آيات أخرى خص المؤمنين بالذكر، لأنه لا شك أن لحامل الإيمان ضريبة خاصة لا بد أن يقدمها. إذن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأيضا عندما يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، هنا الفساد بمعنى الخلل، بمعنى ما ترى من أوبئة، بمعنى ما ترى من أمراض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. لمصلحتكم هذا الذي يحدث. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والشاهد من هذا كله: لماذا عندما تنزل البلاءات والمصائب لا يرجع الناس إلى أنفسهم فيقولون لماذا في حق أنفسهم، فيبدأ بعضهم فيحاسب ربه لماذا؟ والله فعال لما يريد، والله له الأمر والخلق سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا نسأل أنفسنا لمن. ومع ذلك لننظر كيف يكون حال المؤمن تجاه هذه الابتلاءات، إذ الابتلاءات إذ تحدث في حقيقتها في معظمها هو من ظلم الإنسان للإنسان، هو من كسب الإنسان، هو من تقصير الإنسان في حق الإنسان، هو من فعل هذا الإنسان. القتل الذي يحدث في الدنيا من يقوم به سوى هذا الإنسان الظالم؟ أكل الحقوق وبالتالي أن يبقى بعض الناس جياعا من يقوم به؟ أن تحدث مجاعات في بعض مناطق من هذه الكرة الأرضية ثم لا تتحرك الإنسانية لذلك، من الذي يقوم به؟ إذن عندما تقع الابتلاءات نسأل أنفسنا: الإنسان اليوم ماذا تفعل؟ لقد تجلى في الإنسانية أمراض خطيرة اليوم، ومن أخطر هذه الأمراض فضلا عن الإعراض عن منهج الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فضلا عن هذا وهو أساس كل شيء، الظلم الذي يسود في قطاعات كثيرة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولو أردنا أن نتعرض إلى كل سبب لطال الأمر كثيرا، لكن الظلم، الترف، وهو من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. هم ليس فقط الذي يؤخذ المترف، لكن ليقال لك إنه أخطر أسباب الأخذ بالعذابات الترف،
وهو أن ينغمس بالشهوات والملذات ونعم الله فلا يكون لها شاكرا ويجحد نعمة الله وينسبها لفضله ويستخدمها في غير ما يرضي الله ويستخدمها فيما يسخط الله. حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. إذن الظلم والترف ومن أخطر الأمراض التي تعيشها الأمم وتؤدي إلى ما تؤدي إليه في أيامنا هذه في الواقع. إضافة إلى هذه القضايا كثير من الأمور التي فيها اعتداء على الآخرين ومنها الفساد بالمعنى المطلق. تقول في فساد في بعض البلدان، إذا وجد مشروع فالسمسرة كذا، هذا فساد. الرشاوي فساد، أكل الحقوق فساد، الغش في البضائع فساد. ماذا ستتحدث عن الفساد؟ فإذا وجد الفساد كما وصفه ربنا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذه أخطر الأمراض التي تكون في سببا في هلاك الأمم، وبالتالي سببا في المصائب وسببا فيما ينزل بالناس. فليراجع الناس أنفسهم قبل أن يسألوا ربهم لماذا هذه الابتلاءات. دائما المؤمن على بصيرة من أمره، لذلك يتفقه في حكم الابتلاءات أيا كان نوعها، أنه كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هي اختبار بالخير والشر لنقف أمام الله سبحانه وتعالى فماذا أعددنا في هذا الامتحان. وأيضا عندما يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولاحظ رحمة الله تعالى، بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالمؤمن عندما تنزل الابتلاءات حاله وبشر الصابرين، فهو يتحقق بالصبر ثم الرضا ثم الشكر لله سبحانه، كما قال بعضهم إذا وقعت المصيبة حمدت الله تعالى أنها لم تكن في ديني، وحمدت الله سبحانه وتعالى أن لم تكن أشد من ذلك، وحمدت الله سبحانه وتعالى على ما أقامني فيه من أجر عظيم فيها، إذ قال وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر، تنزل المصيبة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كله. هذا حال المؤمنين في التفقه في قضية الابتلاء. لماذا يكون الابتلاء؟ الله تعالى يبين لنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم في الآية الثانية وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ما معنى هذا؟ دعانا الله إلى الإيمان، فلو لم يكن ابتلاءات وشدة في هذه الحياة الدنيا وهي دار ابتلاء وتكليف، لربما وجدت كل الناس يدعون الخير ويدعون الإيمان ويتقربون منه. فإذا لم تكن ابتلاءات بقي متمسكا بإيمانه هذا، فإذا جاء يوم القيامة فأراد الله أن يعذبه قال يا رب تعذبني لماذا؟ قال أنت لم تكن صادقا في الدنيا. صحيح أنك كنت تدعي الإيمان لكنك لم تكن صادق. أبدا يا رب أنا كنت صادقا. كيف سيظهر علم الله فيه وكيف سيظهر حجة الله عليه أنه لم يكن صادقا؟ إذن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليظهر علم الله في هذا الإنسان وتقوم حجة الله عليه أنه إن كان صادقا فإنه لا يغيره شيء مهما كانت أحوال الدنيا، فهو عبد خالص لله. هنا يتجلى الصدق، وهنا يتجلى الإيمان، وهنا يتجلى حقيقة التطهر من النفاق. بعض حكم الابتلاءات، بعض حكم الابتلاءات، هل نتضرع إلى الله؟ هل نلجأ إلى الله؟ هل ندعو الله؟ هل نفتقر بين يدي الله؟ هل ننكسر إلى الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
بعض حكم الابتلاءات أجملتها آيات لا تستطيع أن تقف معها جميعا، لأن الأمر يطول. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن ما أعظم حكم الابتلاءات. الآن لو أردنا أن نقف مع بعض موقف غير المؤمنين وبإيجاز صورته آيتان، وعندما نقول غير المؤمنين ليس بالضرورة أنه كفر بالله، ولكنه لم يتحقق بحقائق الإيمان، وبعضهم وبعض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير في دنيا، في جاه، في عز، أنا عبد لله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ارتد عن إيمانه، ارتد عن رضاه عن الله سبحانه وتعالى، شكك بالله جل جلاله، غضب وسخط على الله جل جلاله سبحانه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. بدل أن يلجأ إلى الله وينكسر بين يدي الله ويفتقر إلى الله ويعترف لله بخطئه وذنبه، خطأ الإنسان وذنبه، إذن هذا الذي انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يلجأ إلى الآخرين. ثم يبين سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد في ابتلاءاتكم، في تكليفكم، في التشريعات، فيما يحدث في هذا الكون، لكن هنالك من يعبد الله على حق، فنتيجته إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنالك من يعبد الله على حرف، فنتيجته ذلك هو الخسران المبين. وفي الآية الثانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول لك: إذا أنت آمنت سيعذبك الناس الطغاة، وإذا أنت كفرت أو اتبعت الطغاة سيعذبك الله، أنت بين عذابين، عذاب الناس إذا أنت آمنت، وعذاب الله إذا أنت تخليت عن الإيمان. ما رأيك؟ سيان. إذن دعني أنجو من عذاب الناس، ولي عذاب الله أنتظره، سيأتي، أتوقع يأتي. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولا أطيل كثيرا، أذكر نفسي وإياكم ببعض ما يجب على المؤمن تجاه أي ابتلاء بنقاط سريعة. أولا، لا بد أن نحاسب أنفسنا ونحمل أنفسنا مسؤولية ذلك. والأمر الثاني، أن نحسن الظن بالله دائما، فوالله ما يكون في هذا الوجود من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي من الله، وإلا هي خير محض باعتبارها صادرة عن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا صحة التصور لحكم الابتلاءات، فما أكثر حكم الابتلاءات. والواجب الرابع، الفهم عن الله فيما يخصك أنت. يقع الابتلاء إن بالخير أو من الشر، يجب أن تحاول أن تفهم عن الله: لماذا أنا ابتليت بهذا؟ فإذا يعود الإنسان في ذلك عن نفسه. وهذا لا ينافي أن الإنسان يأخذ بالأسباب، بل يجب أن يأخذ بالأسباب إن كان يمكن أن يخرج من هذا الابتلاء بسبب مشروع. إذن صحة العمل للخروج من هذا الابتلاء إن كان ممكنا، مع التأكيد على أنه لا بد للمسلم أن يسعى أن يتحقق بمقامات الصبر والرضا والشكر. الصبر فيحجزك عما لا يرضي الله، والرضا عن الله سبحانه، بل والشكر أنك ترى وراء هذه الابتلاءات من النعم ما لا يحصى ولا يعلم أجره إلا عند الله سبحانه، وأنك في حال التضرع الدائم إلى الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.